فريق في صحاري المنطقة الشرقية وبين رمالها يساهم في إنقاذ ومساعدة التائهين والعالقين، حتى بلغ مجموع الحالات المنقذة 8000 حالة خلال أكثر من 3 أعوام. الفريق كان بداياته أكثر من 20 أو 25 عضو، الآن تجاوزنا 300 عضو. نشاطنا متمركز في المنطقة الشرقية ويمتد إلى باقي مناطق المملكة للبحث والإنقاذ، اللي هم البحث نبحث عن المفقودين في الصحراء متعاونين مع الجهات الأمنية، وكذلك مساعدة المنقطعين والمغرزين أو المحتاجين المساعدة من بنشر أو بنزين أو تعطل السيارة في الصحراء. غرست في أحد الأماكن العامة ودلوني على فريق المحترفون للبحث والإنقاذ التطوعي، ما شاء الله تبارك الله، في خلال نص ساعة تقريبا جولة عندي وطلعوني، تمنيت أني أنضم إليهم، والله لك الحمد أنا الآن منضم إليهم متطوع أنا والوالد، اللهم لك الحمد. الباحثون عن المتعة وسط الكثبان الرملية لابد وأن يراعوا عددا من الالتزامات والاحتياطات لسلامتهم والاستمتاع برحلة برية آمنة غير محفوفة بالمخاطر. إذا توقفت السيارة أو انغرست في الرمل يحول ينزل الهواء إلى 15-13 وأقل، ثم يضع الدفع الرباعي الثقيل ويبدأ يدعس على يعني بحيث يكون الـ RPM أو مقياس سرعة المحرك على 1500 إلى 2000 دورة، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستطلع مع السيارة. طبعاً ضروري يكون لأي سيارة يكون يحب الكشتات ويطلع للمناطق الصحراوية سواء عوائل أو سواء شباب أن تكون عنده شنطة إسعافات أولية، يكون موجود فيها المراهم، يكون فيها لزق الجروح، يكون فيها مراهم الحروق. فريق المحترفون للبحث والإنقاذ التطوعي بالمنطقة الشرقية مساعدات دائمة يبذلونها لمرتدي المنتزهات البرية تطوعا. طارق المنسود، الإخبارية، الدمام.